أقول اعتمرت وذهبت إلى جدة وجلست فيها 3 أيام ثم عدت وأكملت 10 أيام، هل يجوز لي عمل عمرة أخرى ومن أين أحرم؟ إيه نعم، يجوز لك عمل عمرة أخرى تحرم من الحل خارج الأميال، إما من التنعيم وإما من الجعرانة وإما من عرفة خارج حدود الحرم. نعم. يقول من أدى العمرة هل عليه طواف وداع؟ طواف الوداع طيب، فإذا طاف للوداع فهذا أتم وأحسن.